الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii At-Tuhfatu Saniyyah waxaan ku dhex jirnay baabu macrifati calaamatu al-i'raab gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay calaamatu nasbi kordhiga calaamadaha uu leeyahay shan calaamo uu leeyahay fathad yan ka soo baxnay iyo kasradi calaamada saddexaad oo ya'da ah ayaan ku dhex jirnay markaas uu sheekhu wuxuu leeyahay niyaabatu al-ya'da naib noqoshadeeda aan al-fathati fathada ay ka naib noqoto hadhihi mahalluha قال محمد بن محمد بن داود السنهاجي وأما الياء ياذ فتكون ياذ علامة علامة يهطى للنصب كردقة علامة وهطى في التثنية التثنية ذي والجمع جمعين علامة وهطى وأقول وحن ليه يلو محمد محمد الدين عبد الحميد قد عرفت واتصوغرتي المثنى مثنى محال ليلة حدكيس واتصوغرتي فيما باب كياتكو صوغرتي مضى التغي ورفع هذا على مديه ده مركي لقاهد ليه الكاسة اللوغة صوهد لي وكذلك سيدوك لقد عرفت وصغرتي جمع المذكر السالم وصغرتي جمع المذكر السالم محال ليرا سنا وصفه انتي والآن هدير نخبرك وحن كاغا ورمينا أنه الشأنية يمكنك وحا صورت قلقوة أن تعرف إنات قرطو نصب الواحد مثل كردي ديس واحد كومينو ما جمع مذكر السالم يمثنك مدأ بوجود ليا يده لديدا وحويان آتكو قرطو بوجود الياء هذه للدين أن تكون في آخره لك هلو هذه جمع المذكر السالم إيا مثنى آخر كيس آدياء كو أرقته وحد كو قرن إذا جمع عاسو إنو كرد غيهي مثنى عاسو إنو كرد غيهي تاسد كو قرن والفرق مركا لبدا يؤود محالوو كلا فهمي هذه اللي يري مثنى هذه آخر كيس يالوو أرقه وحي علامته تاي مثنى عاسو إنو كرد غيهي جمع مذكر سالم هدي آخر كيس يأ لغو أركانا وحي علامات تاي جمع سينو كرد غين يهي لبدا يؤد محال لغو كالاقران أو مثلنا يأ جمع لغو كالاقران والفرق فرق قود حي بينهما مثلنا يأ جمع مذكر سالم أن الياء يادا في المثلنا مثلنا نحدي سحالة يهاتي يكون وحو أهانا ما حرف كي قبلها يأذا كهر ريا مفتوحا مثل كرد غي يأذا مثلنا كجرت حرف كهر ريا والا كرد غا وما حرفك بعدها ياد مثنى كدن بيانا مكسورا مثل هوس دغه يو اهانا ساسات كو غرانه مثنى ياديده حرفك كورينا وا كور دغن يحي حرف كدن بينه هوس دغن يحي وليا او ياد لكن مركز هو كو يدي وليا ان لي ياد هوري كو عصفنت وليا ياد في جمع المذكر السالم في جمع المذكر جمع المذكر السالم اولى جيده في جمع المذكر جمع المذكر كدحدي سحالة يا هاتي يكون وحو نقنا ما حرفك قبلها كهرية مكسورا مثل حصل يو نقنا حرفك جمع المذكر السالم يأذي كجرته حرفك كهرية مكسور نقنا وخلافك مثنى وما حرفك بعدها يأذي جمع المذكر السالم كدن بيانا مفتوحا مثل كهرية يو نقنا ساسي وبالعكس ويزوي ده سيين ومثنى وحي نقن فيري وحي نقنا إذا مت وحي نقن زي ديني مثنى وساس زي ديني هذا ديني يأذى دالة كهرية وكهر ديني نونة كدن بي وحوص ديني لكن جاءنا بسلم حالة دي زي دينة زي دينة هاي يأذى دالة كهرية وحوص ديني جاءنا بسلم نونة كدن بينا وكهر ديني اسكما يكا مرك مثنى مرك داركتو زي ديني مسلميني فيري مسلميني ومثنى بلغة هذا ركتو مسلمينا أنا شعيب بسالم ويا ذلوا مسلمينا مؤمنين قانتين الله ما قرأتي مركو كويري فمثال المثنى مثنى مثال كيسي نظرت وان فيري أصفورين لبش شمبير ان فيري الله لبش شمبير فوق الشجرة جد كر كده تاجر جد كر كده كسران نظرت وان فيري عصفورين لبا شمبير لبا شمبير فوق الشجرة جيد كوركيدس كسوغان هذا محل شاهدك لربا فيري
نظر وفعل ماضي تعلونا وفاعل نظرت فعل وفاعل ده حاجة ده عصفورين ومثنى عصفور حل شمبر واحد قدر تيئي النون عصفورين ومثنى وانا نسبسي على مدى انه نسبسي اللغو قرانا ويأدى يأدى انه انه مثنطة يسنجع مدى كرسالي مهين على مدى اللغو قرانا وامحي يأدى حرفك كهر ريا وكر ديگن ورادة حرفك كدن بينا وحوص ديگن ونونتا inu musanay hisaasad ku garan inu kordhigan yahayna yeedad ku garan sawma jeedi fawqasha charity gate korkeeda labada shimbir oo ku sugan wa nahwu ishtara abi abay wuxu suuqa ka soo gaday kitabeyni laba kitab kitabeyni kitabun uha markaas waxa wayan ya iyo nun gadaa looga daray kitabeyni wa kordhigan yihiin ishtara wa fi'l maadi fa'ilkina wa abi wa كتابين ومفعول به وكردين إني كردين يا ذا سو دليله يا ذا إني مصنطين أو ماشي كل شيء تام مصنطين وحق تصا حرف كي هذا كاره وكردين كتابين بعض كاره هذا وكردين حرف ككذب بينه ونوك وهاس كردين إني مصنطين ساسا تو كمان كو كمان إيش ترى أبي أبي وحصار قدي كتابين لبا كتاب لي أنو إيه صار قدي إياه ولي أخي ولا الكي لبا الناس وناس صار قدي haddaba laba musanne oo kor dhigan labaduba ay kor dhigan yihiin soo ogaanay waa usfuurayn iyo kitabayn wuxuu ku yiri fa kullun mid kasta oo min usfuurayn iyo wa kitabayn ah mansuubun waa la kor dhigay kulligaas maxaa loo kor dhigay li kaunihi mid kasta inuu yahay darteeda loo kor dhigay maf'ulun bihi labaduba waa maf'ulun bihi oo usfuuraynina waxay maf'ulun bihi u tahay nadartu nadartu fi'lun wa fa'ilun nadaradaas oo kor dhigayo maf'ulun bihi ka dhigtay إن كتابين واحد مفعول به طاي اشترى فعل كاسا كردغي مرغا و خو كوري فكل ميد كاستا او من عصفورين يو كتابين منصوب و لا كردغي لكونه انو اهابي درتيدا لو كردغي مفعول به وعلامه نصبه انو كردغن يحي علامه لو غرانانا اليا وايده مثناه سو عصفورين اني كردغنت ياداس لو غران كتابين ياداس لو غران ياداس اي علامه يا ذا المفتوح لا كردغي اني مسنتهنا وحا كتوسا يا ذا المفتوح وحا لا كردغي ما حرف قبلها كوري المكسور وحا لا هوس دغي ما حرف بعدها كدنبين او عصفورين كتابين الير ما لو كردغي حرف يا ذا كوري حرف كدنبين لا هوس دغي لانه اسمكو مثنى وي مثنهنا وحا لغو يقن ياديس حرف كهورينا وا لا كردغا حرف كدنبيو نونتنا ولا هوسيغا ساسا مثنى لو يقان ونون نونت وكاي كاتين مارك علامتها وا غران فيدي عصفور هل شمبيروها راداسان ودنبيدي ييدنا وا غران وا علامه نصب او ساسا كانتي نونت حيت كتاب بعدا سا ودنبيدي اسم كان وايه وا هل نصب يا لي كتابي يا ادان وا علامه نصبها وا غران سببتا كانتي نونت حيت نونت وحو كيري اسمكي مفرد كا تنوينتي كجيرتي بدل كتا اسمكي مفرد كا فيري عصفور تنوينه كجيرتي كتاب تنوينه كجيرتي تنوينتي نونتان بدل كتا مركاس وحو كيري ونون نونتو عوض وحي بدل كتا عن التنوين تنوين بدل كتا تنوين تاسو في الاسم اسمك كسوغنات اسمك المفرد الكري يلي ومثال جمع المذكر الصالم جمع المذكر سالم مثال كيسي إن المتقين ضدك الله كبقى لا يكسبون وحي شقيستان رضا ربهم ربي قدر اللي أهل شديس إن المتقين ضدك الله كبقى لا يكسبون وحي شقيستان رضا ربهم ربي قدر اللي أهل شديس محشاتك هذا وهلك المتقين اسم كمفرد رمحوها متقين مثل الله كبقى وجمع الكسالمة حتى وحا لغو دارا يأذى سي منتاس متقينا وانا كردقا يهيو إننا ذا اسم كدامي والا كردقا إننا مركا المتقينا إني كردقا انتاي علامة داد كو قرانا إذا كتوس إذا ويأذى إني جمع الكسالمة تايسان مثنعهن يأذى أنه وحاد فهم اسم كي يكوشيكتا إن جمع الكسالمة يهي يأذى حرفك كهر يهو هوس لغي متقي قاف كفير حرفك يأذى كدامي إنا ويكردقا متقينا نون تانونا وحي بدل كتاهي متقن تنوينتي كجرتي مركز وحكو يو النحو نصحت وحان أم نستيحيي المجتهدين ذاتك الدذالية أرداد الدذالية دا وحان أقول نستيحيي بالإنكباب إني كفر أرصدان على المذاكرة دروس إني دبو أخريان
inay duruusta dib u akhrinteeda saas maantoran madax ugu raarcinayaan oo madax ugu laalaadiyaan saas ugu nastaxiin oo kula tagay waxaanay duruusta waxa weeyaa lagu waxyooma inta dhageysato dad meel ku tuurto yaa barti lagu akhriyo agtiisa ay taalaaba markii aad dhaqaaqday kitabka meeshii wa ka muuqdaaba ma lagu waxyoona marka dhaqaaqdo waa inaad ku dhibtooto oo akhrido oo duruusta dib u mudakareeydo sidaas lagu barta نصحته وحن قلنا استحي المجتهدين ذات كدلالة بالانكباب إن كفر صدا على المذاكرة دبوا أخرنتا والدروس تدب لا أخريه هذا معلومات قال ك المجتهدين وي نصحته فعل وفاعل وفعل يفاعل سو ما جديد المجتهد وحها مجتهد المجتهد اسم مفرد وها جامد كرسالي من لقديك على قوانص ذي يأي النور على قدره المجتهدين شاعرك من ذكر السالم كسوى كرد جيني على مدى كتوس إذا إنه كرد جيني ويعد المجتهدين يعد أصلا كتوس إذا إنه شاعر من ذكر السالم كانوا كرد جيني يعد أنا واتي شاعر من ذكر السالم كتير تأتي مثلنا معهم أو مع كتوس إنه شاعر من ذكر السالم يهي حرف ككهر يعد وهاس جيني مجتهدون فيري ديل كهر وهاس جيني حرف يعد كذا غيره وكرد جيني ممكن تسوى كتوس يعد أنا إنه كتير تجمع من ذكر السالم أي سمثلنا هاي وح فكل من كستا أو من المتقين إيوال مجتهدين منصوب ومدل كردغي لكونه لأجل كونه إن وهذا درته ذا الله كردغي مفعولا به وعلامة نصبه كردغيس علامة اللغو قرانانا الياء ويأذا يأذا المكسور الله أصدغي ما حرف قبلها كوري يأذا المفتوح الله كردغي ما حرف بعدها كدنبي ما حرف كوري الله كردغي حرف كدنبينا الله حرف كهر ما الله هاس دغه حرف كدم بينا لو كر دغه لانه لفظ دغانو جمع مذكر سالم وي ونون نون تا كو جيرته متقينا يا مجتهدين اي وضن وحي بدل كتاه ان تنوين تنوينتي في الاسم المفرد كو سغنيد او مجتهدون يا متقين كو جيرتي تمرينان تمرينات ليليال الكلمات كلموينك كلموينك الاتيه ما دونتا مفرده وا مثل كليالي كلموينك سو سخدا وا مفرد فثنها تثنية كلها كلها دمانتيد أذال قرب إنا تثنية دو فثنها تثنية كلها دمانتيد واجمع جمع منها الفاظ حالو كميديا هي ما شيغا يصح وينصح يدو جمع إلا جمعي مركا رور تثنية كل ودوال تثنية كراهي مركا تثنية دو كقضال قارك أي أنصح يدو إن جمع من ذكر سالم لغا ديكي كرو جمع من ذكر سالم كدي هاي وقو كويري أهل كلمات كلموينك كلموينك ألاتية إمانية مفردة ومدلة كليالي فثنها تثنية كلها دمانتيد واجمع واجمع إذا منها كلموينك حالو كميديهي ما لفظيق يصيح ينصحيه جمعه إلا جمعيه جمع مذكر مذكر جمعي جمعي جمع عصو الصالي من نبات قلي وهي الفاظ إمانة إذا واتنا محمد ومحمد فاطمة بكر الصابوع الدقاق الكاتب وقف وحضره أن أمير الشبالك القاضي قاضي المصطفى كيلا الدورتي هذا القرب صوت تثنية محمد داني فاطمة تاني صوت أي مركة تثنية دو كوة شمع أقبل أي شمع مركة قارن شمع أقبل أي كتيرة وفاطمة شمع بسلم لقمة كيني كرو إلا هو مؤنثي لقمة كيني كرو مركة كوة أقبل أي صوت شمع هاي اثنين استعمل استعمال كل مثنى مثنى كستا مثنى هاسو من المثنيات مثنى يالك كميدا مثنى يالك الاتية امادونا في جملة جملة نحردو استعمال جملة مفيدة وحفايدين كلمات كمثنات كأوصو الصعرة واحد قريدة جملة مفيدة نحقل بحيث ميل جملة استعمال بحيث ميلنا استعمال يكون نقونا يا مثنى هاسو منصوبا مثل كرده waxaa laga rabaa waliba jumlada markeed gelido inuu mansuub noqdo mufanno taas laga rabaa wa tubidhu dabdiyo koob bi shaqli shaqalku koob shaqalka al kaamil kaamilka weeyo mufannayaad waxa weeye al muhammadani labadi muhammad al fatima tani labadi fatimo al bakrani labadi bakar as sabuani labadi dugaq al katibani labadi qora anna mirani labadi shabel al qadiyani labadi qadi المصطفياني لبدي لدورتي استعمل استعمال كل واحد المتكستة او من الجموع كان عيالك كميدا كان عيالك الاتية ما دونتا
في جملة جملة واستعمال جملة اسم مفيدة وفائدة بحيث مال يكون النقر يجمع عاصو منصوبا مثل كردي وحال غربا جمع يالك صوص عرا مثل كستو كمد الجملة مفيدة احجري إلا هل كلمة وهي كلمة كلام الله وكلا كدر مركز كدرته وحوين وحد كردك تاوليبا أساق منصوب إنو يهال غربا وعامل نصبيات كور مريضو واطبده مركز كوب بالشكل شغل كوب شغل كاسو الكامل رميستنا وهي جمعيالك واحدة الراشدون كوهنوسا راشدون اسم مفردوها جمعنك سالمسون نقضو ووي النون كدر راشدون المفتون كوه فضواني مفتين وحوين هل شيقو فضوادوها لباب مفتيو كلا سوهل المفتون كوه فضواني العاملون اول اخوها العامل هل قفو شقيني العاقلون من عندك والله مثل ده العاقلون العاقل مفردوها وهو ينون كده العاقلون العاملون كوا شقينا أو مفرد كوا العامل هل مثل شقينا وهو ينون كده العاملون شعرك السالم الكاتبون مفرد كوها الكاتب هل قر هل قف وحقرية وهو ينون كده شعرك السالم كده الكاتبون كوا بدنا وحقرة المصطفون كوا للضرتي مصطفى مثل الدورتو كل يسوها المصطفى ونكوا بدنا الدورتي هل كاسنا واحد وجد ابني مصنع يجمع من كرسالم وحلقوا نصبيه إن أوجاتي هذا بقى خري وحن أصلاً لي سديت كلمة على جرب إن أوجاتو سديت كلمة وي وحرم الله إحرابه واسم مفردة جمع التكسير جمع من الصالح فعل مضارع وحبا آخر ككل حليب سن جمع من كرسالم أسماء الخمسة مصنع يفعل الخمسة سديت دس كلمة هاي سيدة داس كلمة أفر يطمن إحرابا لقى جربها هنقول أفر يطمن إحراب إن دوقات مركز سيدة كلمة واحد لقى جربها كلمة كست واحد لقول رفيع نشكتو واحد لقول نصبي أنا أشكتو اسم هذاي تاي واحد لوجر أشكتو هذاي فعل تاي واحد لوجسمي أشكتو وفرسو سيدة داس كلمة محل لقى جربها كلمة كست واحد لقول رفيع نشكتو واحد لقول نصبي أنا أشكتو اسم هذاي تاي واحد لوجر نشكتو فعل هذاي تاي واحد لوجسمي أشكتو هذا بقى جمع ذكر صالح مصنع وكسو قدم واحد الغرف إياه ويتسوق وقالت هذا كده بدل قويدينه جمع ذكر صالح محل الغرف إياه هذا كده بدل أشير هذا لقى ربا محل لقو نصبية هذا لقى ربا اللي ويتسوق وقالت وصبر طيب هاي محل لقو تشرى ما أدن قارن ما كلا قارا الغبرة وفرسو اسم مفردة محل لقو نصبية ويتسوق وقالت هذا القويدينه هذا كده محل لقو الرف إياه هذا القويدينه وفرسو صو الله معها هاي جمع المؤنث الصالح هي جمع التكسير محل لغو رفعيه وتسوقات محل لغو نصبيه وتسوقات محل لغو جرى ولو شيق دونا وحال الربا وحا وين اناد كلا غلطو وحو كو كلا خيرين اسكا كا دخدابر هي اسم مفرد وحال لغو رفعيه وتسوقات سوما ها يا اسم مفرد وحال لغو رفعيه محل لغو رفعيه ضم محل لغو نصبيه فتح جمع التكسير محل لغو رفعية ضم محل لغو نصبية فتح جمع نصالي محل لغو رفعية ضم محل لغو نصبية جمع نصالي كسر هاي ضد ماني كوس بحد ضلطة هاي جمع جمع نصالي وتسوقه هاي جمع المذكر صالي محل لغو رفعية واو محل لغو نصبية ي مثنى محل لغو رفعية ألف محل لغو نصبية ي محل لغو كلا يقان يا إذا جمع ذكر صالح جمع نصالح وحال لغو كلا يقان جمع يا إذا جمع ذكر صالح حرف ككهر يا وهاس دقيء حرف ككدم بيان وكر دقيء مثنها محل لغو يقان يا ديسة حرف ككهر يا وكر دقيء حرف ككدم بيان وهاس دقيء هاي أيها كسر نيابة حذف النون حذف النون كنا ابن قشدي سعى الفتحة فتحة أو كنا ابن غضو ما قد علامة له نصبه شن علامه الفتحة والكسرة والياء وحذف النون هاي والالف هاي وحوي وان كسو بحني فتحدي علامتي اصل كويها بنصبها وفتحها كو وان كسو بحني علامتي الف كيها لابو وان كسو بحني علامتي كسرة ايها صبح وان كسو بحني علامتي ياء ايها افر علامتي قدام بيدي ونور دمها وعلامتها النصبها كميدة وما هي حذف النون هل كو علامات أقول نقدار نصبة كاسة لقلية نيابة حذف النون حذف النون كان نائب نقوش ديسة عن الفتحة فتحة أو كان نائب نقضه حذف النون وحويا علامتها النصبة كمدي هل ميلو علامات أقول نقدار مارك ماشي يلقو شيء
قال وحير محمد بن محمد بن داود السنهاجي. وأما حذف النون نون تحذف كذا فيكون حذف النون كي علامة علامة وهذا للنصب كردب علامة وهذا في الأفعال أفعاش لحيد علامة وهذا أفعاش الخمسة وشن طيهات التي أفعاش رفعها لقديد ديدو بثبات نون النون تلصقه وهاجري وهوين حذف النون كو هل ميل وعلامة وهذا النصب هل ميل وعلامة وهذا النصب وما هي هل كم ميله وأفعال الخمس أفعال الخمسة إن النصب سنتهي محاله يقام وإن نون تلقوه نون تي مركي لقوده آخر كأو جري جريته وإن مقنات هذا النون تي جوك توكر لقنت لما ديكا أفعال الخمسة يا أفعال الخمسة نون تي موقته لما ديكا روى النصب سنت وإن نون تسلقوه وإن تسأو علامة يضرباني تضرباني يضربون تضربون تضربين مركي أي قدنيت نون تسلقوه إني قدنت ما كان لنا نصبي الله كرده وين نونتي ماشي كم مغنات يا علامة الجوية كان كورنا طانكو إذا ضو يفعلاني ما كرده كان تأثر وها كرده كان نونتي ماشي كم وقت خلاص دوي هاكوري أفعال الخمسة إني النصبي سنتا محاتكو قرانه نونتا إني ماشي الجوية لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعلي خلاص ما راح تدي نونتي الجوية وكرده كان لن يضرب ولن تضرب ولن يضرب ولن تضرب ولن تضربي او النونتي لن تانا عمتي لن تانا كتكتي لن تانا يلا اسمت تصنونتا لن تانا قفك ادي اساقو عدر قابا فين كي ادي دولة سيو شيرمس كاس عدر كاسا عرمي دولو لن تانا واساس لن تانا مر هذا يتمادو لن تانا حرين نسبة صوما أفعال الخمسة حتى حرف نصبية كهرم مرو نون توا ماشى وكتي الأرك ما صوما ما أعرف دلقة السنة ما فهم مرك أفعال الخمسة إن النصبية سنتا محل وقرتا نون إن الماشى لجواي سداس ويا علامات إن كرد كان تأفعال الخمسة وحبا ونون إن لجواي حرف كان نون اللي حذفه وعلامات لوقرتا أفعال الخمسة إن كرد كان تأ ورين تسمع تفهم وين هاي نيابة حذف النون نون تحذف كذا نائب نقشة كذا حذف النون كاسيون نائب كيا سو أصل ما هني عن الفتحة فتح نائب كيا أقول هاي وعكو يري قال وحنا محمد بن محمد بن داود السنهاجي وأما حذف النون نون تلحذف كذا فيكون حذف النونك علامة علامة هذا للنصب كردجة هل كوج هذا في الأفعال أفعاش الخمسة والشنطة هي الله تأفعاش رفعها للجديد ديدو بالثبات النون نون تصور أها أفعاش لغو قدي كري نونتو إلي جوكتو وحا لغو نصبيا نونتو إلي مقنب ورمال فانتين انتا أيه وأقول وحان لي يهير محمد محي الدين عبد الحميد قد عرفت وات صوى قراتي مما بابكي سبق الصهر مري ما هي الأفعال أفعال محيطي أفعاش الخمسة تشانتاك أفعال الخمسة محال ليلة باب كرتك صوى برات وأتقانا وفعل مضارع أو آخر كالجالة حريرية ألف الاثنين أما واو الجماعة أما ياء المؤنثة المخاطبة فعل كست أو مضارع أو صدح أسميت كميدة للحرير أفعال خمسة لدى سو ما لنقرم باب كرة كسو كرة والآن هادير نخبرك وحنكو شيغينا أنه شاني يمكنك وحصور تقلقو أن تعرف إن أدقرته نصب كل واحد متكست لكر لديس واحدكم منها أفعاش أسكميدة شمطة هاي محنكو كرم إذا وجدت مركز هشو أنونا نونتي إذا وجدت مركز هشو أنونا نونتي اللتي نونتي تكون أهاجرتي علامة الرفع قدك على مديسة محذوفة حالة ميد الحدفي مركز أركت نونتي اللي حدفي محاد قرانيه إنا فعيش أنا كوردي قمت ساسا صورتك الكو أهوي وحا صورتك الكو إنا تكوك قرات فعيش أنا كوردي قمت هاي نونتي علامة الرفع على أهاجرتي اللي حدفي مكا ضرفت وماشا كم مقا وفرصو وقول والآن هاتير نخبرك وحنكو شيغي نهدد لغلاد هاي أنه شاني يمكنك صورة قلو حاكوة أن تعرف إناد قراتو نصب كل واحد متكست لكردقي ديسة ومنها أفعاشا كاميدا وقارما إذا وجدت مركات هشو أما مركات أغيرت وجدت وجدان تلقى كلم بمعنى علي مكة لكدارت إذا وجدت مركات أغيرت أنونا نونتي
allatii nuunti takuunu ahaa jirtay calaamata rafci godka calaamadiisa maxduufatan mid leh xadfay inay tahay markaad ogaatid markaas waxaad garanay afcaashaas inay nasbisan tahay wamihaaluha afcaasha mihaalkeedii fii xaalata nasbi xaalo ay ahaatay iyadoo xaalatu nasba joogta afcaashii qowluka waa qowlkaaga aad tidhaahdo yasurunii waxaa i farxad gelinaya an taxfadu inaad soo xifdinaa duruusakum casharadiin duruustii aan idiin akhriyey inaad soo xifdideen aad taasaan ugu faraxsanahay oo waxaan u dareemayaa dad dadaalaya inaad tihiin oo dad waqti lagu baxiyo oo lagu dadaala inaad tihiin maxaa ilaa idinkii baa dadaalaya fiiri yasurunii fiiri yasuru waa ficil mudaarec iska daayada maxaa shaadku maanta maaha taxfaduuna afcaal khamsa waa kaasa taxfaduuna ficilka mudaarec asal muxuu ahaa taxfadu wow la xariiri taxfaduuna xaalatu rafc asaas u ahaa an ka hormari antu waxbay nasbida ficilka mudaarec nasbida ka dambeeya an taxfaduu hadda taxfaduu ma nasbisanta ha maxaad ku garanay inay nasbisanta nuuntiya maqan waa kaasa nuuntiya la waaye khalaas intaas calaamad kugu ah hasiiday intaas waaye yasurunii waxay farxad gelinaya an taxfadu inaad xifdidaan duruusakum casharadiina sidaas weeye duruusakum casharadii iyo wanaxwu yu'limunii waxaa i xanuujinaya wadnaha i xanuujiyey min alkusaala wehselowyaalka kuwa wehselowyaalka oo wehsanaya oo aan dadaalayn kuwaas waxaa i xanuujinaya an yuhmiluu inay dayacaan fii waajibaatin waajibyaalkooda yu'limunii waxay xanuujinaya wadnaha i gooye min alkusaalaa wehsilowyaalka an yuhmiluu inay dayacaan fii waajibaatin waajibyaalkooda maxaa shaahidka maanta waa halkee yuhmiluu waay hadda an yuhmiluu asalkeedu yuhmiluu u ahaa ficil mudaaric oon waxba la xiriirin aakhirka waa waa lala xiriiriy si afcaal khamsa looga dhigo yuhmiluuna anaa laga hormariyey oo ficilka mudaaricoo ka dambeeya ka hor dhigta an yuhmiluu hadda an yuhmilu waa afcaalu khamsa inay nasbisan tahay waad garan kartaa haddaad indha leedahay ama dhega leedahay sababtoo ah maxaad ku garan nuuntiya ka maqan khalaas way ko dhiganta marka haye wuxuu ku yidhi marka fa kullun mid kasta oo min taxfadu ah fa kullun mid kasta oo min taxfadu ah iyo wa yuhmiluu ficlun mudaaricun waa ficil mudaaric mansuubun waa la kordhigay bian ayaa lagu kordhigay wa calaamatu nasbi kordhigiisa calaamadaad ku garan xadfumuuni waa nuunta la gooyey nuunta la gooyey oo la xadfay weeye wa waawul jamaacati wowda jamaacada taxfaduu yuhmiluu wowda ku jirta waaye wa waawul jamaacati wowdaas jamaacada faacilun waa faacil mabniyun waa la bineeyey cala sukuun yaa lagu bineeyey fii maxali rafcin god makaankiis xaal u ahaaday wa kadalika sidaasoo kale waxaa almuttasilu ficilka la xiriira bialifilitnayn ficilka alifilitnayn la xiriirna waa sidoo kale ila afcaal khamsu ka mid yahay naxwu yasurunii waxay farxad gelinaya an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikuma waxyaalahaad rabteen rabitaanadiini yasurunii waxaa i farxad gelinaya an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikumaa rabitaanadiinnii asal muxuu ahaa tanaalu waad gaari haye alif la xariiri afcaal khamsu noqdo tanaalaani tanaalaani u noqdo ka hormari an tanaalaa haye khalaas marka an tanaalaa inay nasbisan tahay waad garanay kor dhigan tahay maxaa calaamad kugu inay ka dhigan tahay xadfunu nuuntan la gooyo la xadfay nuuntiya maqan waaya raqabaad iyadoo iska taqanaa jam waxa weeyaan waa jacma nusaali waxa weeye waana nasbisan yah calaamatu nasbihi kasradan waatan ka muuqata yasurunii waxay farxad gelinaya an tanaala inaad gaartaan raqabaatikumaa rabitaanadiinni walmutasilu midkii la xariirsaday biyaa'il mukhaadabati islaan lala hadlaa yadeedna kadalika oo sidoo kale ilaa afcaal khamsadu ka mid yahay hadday la xiriirsato yaa muanas mukhaadaba naxwu yu'limunii waxaa i xanuujinaya oo wadnaha iga xanuujiyey an tufaridii inaad ka gaabiday fii waajibiki gabar yahay waajibkaagii waajibkaagii xijaabkii waxa weeyaan inaad ilaalido inaad ka gaabiday taasaa wadnaha i xanuujiday yu'limunii waxaa i xanuujinaya an tufaridii inaad ka gaabido fiiri tufaridu u ahaa ficilka mudaare oon waxba la xiriirin yaa muanathati mukhaadaba lala xiriiriyey tufaridiina ka hormari an marka tufaridii an tufaridii an tufaridii marka inay nasbisantaad garane
calaamadad ku garanay waa maxay nuunta maqan way nuunta la xadfay yulimuni waxay xanuujinaya an tu farriddi inaad ka gaabido fi waajibiki waajibkaaga waqad carafta waadna garatay kayfa sida tuxribuhuma aad u ixraabaydo ta antanaala iyo an tu farriddi sidaad u ixraabaydo waad soo garatay antu labada way soo garato oo waxa way antalaana waxa way waa ficil mudari' mansub wa calaamatu nasbihi hatfu nun antu faridina wa kadalika antanaala alifta waxa leedahay fa'il mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in ya'dhan waxa leedahay wal ya'u mu'annath muqaddamati fa'il mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in alifta iyo ya'du markasta waa ku fa'il wa ana mabni haya tamrinat استعمل استعمال الكلمات كلمويك كلمويك الاتية ما دونا مرفوعة حالة تامد لقدي مرة مر ومنصوبة حالة تامد لقردي مرة مر مرة مر مركز أخرى كلي في جمل جملوين دحيو انتقل دو استعمال جملوين كو مفيدة وحفائدين دا واطبدها كلمويك كو بالشكل الشغل كو هلوين كان لقاربا وحوين الكتاب كتاب القرطاس ورقضه القلم قلم الدوات تشيلي dawaad hada dhaw goor aan soo sheegnay dawaadka waa weelka aan qaasta lagu shubto ama weelka qadda lagu shubto qadda qadda weelka lagu shubaa leeyahay dawaad dhaw goor aan soo xusuusinay waxa weyn anaga marka hadaan reer miy ahayn waxaan qiinay geed la qoray aan ku shuba jirnay laakiin carabtu weel oo wax weeyaan oo adigu dhala aad moodo af weyn xoogaa leh korna laga daboolo ayay ku shubtaan ala kulli hal mid ku rabaha haade mid kasto oo lagu shubto ayaa la yiraahdaa mid kasta oo lagu shubto ayaa la yiraahdaa kaasa la yiraahdaa marka dawaadka waa weelka qadda lagu shubto annamiru shabeelki aad leedahay annamiru shabeelki ayaad leedahay annahru webigii alfiilu maroodigii alxadiiqatu beertii aljamalu ratigii albustaanu albasaatiinu dheh ha asendooyinkii almaqaanimu ghanimooyinkii hantidii gaalada laga soo qaatay alaadaabu aadaabtii yadharu waxaa muuqana asad waa kelimad maaha isma saarna abaa la rabaa inay soo saarto ood kalaam mufiida ka soo dhigto يظهر ومقنع الصادقات قبلها رونتا شيغا العفيفات قبلها دورسن الوالدات هويوينكا الاخوان ولالها الاساتذه معلمينتا المعلمون معلمينتا الاباء ابيالكا اخوك ولالكا العلم علنك علم بورتا واليرا العلم بورتا العلم راتك العلم وحويان ان علامه العلم برتا مرادا كوتالا وحسن وود علم barta marada ku taala maanta calam aan la yiraahdo calankan oo dawladdu leedahay calam aan la yiraahdo buurta calam aan la yiraahdo ka badan calam aan la yiraahdo calamku intaas kale ma haye al maru'atu sharafta maru'ada waa sumcada qofka qofka sharaftiisa inuu ilaashada laga raba as-sadiqani labadii saaxiib abuka aabaha al-asdiqa'u saahibadi al-mu'minuna mu'mininta az-zurra'u birilayda al-muttaquna dadka alla ka baqa taquumaani waad istaagaydaan yalcabaani way cayaaray waa kelimaad calidoon issaarreen ee midmida lagugu sheegay adaa lagaa rabaa waxaa lagu yiri kelimooyinka inta isticmaashid waxaa lagaa rabaa mar inaad godid oo caamil waxa weyn goda gelidid mar aad nasbidid waxa weyn sidaasaa lagaa rabaa as-ila mataa goormee takuunu lkasratu kasradu ay noqotaa calaamatan calaamad calaa nasbi kelimadan inay kor dhigan tahay waxaa lagaa rabaa kasrada meeshay ay calaamada ugu ah jirtay nasbada oo kasradu goormay ku tustaa kelimadu inay nasbisan tahay wajac manu saalim soomaa saas inaad uga soo jawaabtaa lagaa raba saasaa lagaa raba mataa goorme takuunu riyaawiyadu noqotaa calaamatan calaamad linasbi kordhiga kelimadu inay kor dhigan tahay goormay u noqotaa yadu calaamad soo sheeg meelihii meeqa meelood soo sheeg fii kam mawdicin meeqa meelood ayuu yakuunu noqdaa xatfunuunku calaamatan calaamad linasbi kordhiga u noqdaa mathil usoo mithaali bal lijamci lmuanafi jamci lmuanafka ahaa almansuubi oo la kor dhigay oo kasrada lagu nasbi jira calaamat nasbiisu ahaa bimithaalayni laba mithaal usoo mithaali wa acrib icraab waaxidan mid oo minhuma labadooda ka mid a mathil waxaad kaloo soo mithaalidaa lil afcaali afcaashi afcaashi alkhamsati shanta aheed afcaashi almansuubati la kor dhigay bithalaathati amhila saddex mithaal kusoo mithaali adaa lagaa rabaa beri inaad keento wa acrib
waxa weyn i'raab waahidna mid oo minha saddex mithal kamida mathil waad kala mithalida li jam'i al-mudhakkar salim jam'i al-mudhakkar salim mithali jama'a so al-mansub la kordhigay bi mithalayn laba mithal ku mithali laba mithal ku mithali mathil waad kala mithalida li jam'i al-mudhakkar salim jam'i al-mudhakkar salim mithali jama'a so al-marfu' la goday bi mithalayn laba mithal ku mithali مثل مثال للمثنى مثنى المنصوب الى كردغي بمثالين لبا مثالكم مثالي مثل مثال للمثنى مثنى مثنىها سؤال مرفوع الى غدي بمثالين لبا تصالك بخي مثل هذا مثال للافعال الخمسه افعال الخمسه افعاش سؤال مرفوعه الى غدي بمثالين لبا مثالكم مثالي علامات الخفض علامات الخفض علامتها هوس دغا قال وحور محمد بن محمد بن داود السنهاجي وللخفض هوسدق وحا وسغناد ثلاث علامات صدح علامه الكسره كسره وسغناد والياء ياء وسغناد والفتحه فتحه وسغناد هل كان هذا وحن كغلينا اسمك ام بالا خفضيا قران اسو اوغان اقسام الاحرام ان كسو اوغان وحا ويهو فعل ما خفضيو علامتها كلمه دان اني خفضي سنت اما هوسدق انت لو كرت هل كان كغلينا علامتها kelmad baan inay khafdisan tahay lagu garto aan halkan ka galeen wa kasoo baxnay calaamadii nasba calaamadii rafcaha noorey wa kasoo baxnay rafcu afar calaamay leheed calaamad walba meeshii degto waa soo ogaan calaamadaha kelmadu inay nasbisan tahay lagu gartana waa soo ogaan nasba shan calaamay leheed shanta calaamad walba meeshii degto waa kasoo baxna hada waxaan galeena kelmadan isim kaliya hal khafdiyo hor bal kelmadan calaamada lagu garto inay khafdisan tahay فاسن قلنا علامات الخفض هوسلق علامته هذه محلها ماشر وماشي اللي قبرناي قال وحي محمد بن محمد بن داود السنهاجي وللخفض هوسلق ثلاث علامات صدح علامه وسغناتي الكسره كسره وسغناتي والياء ياء وسغناتي والفتحه فتحه وسغناتي كلمه ما كلا خفضنا صدح راس بيس لو خفضيه صدح راس علامه مد كميده وين لو اركو كسره واصل ايضا iyo ya iyo fath oo naaib ka noqdo kasra labadoodu waxay naaib ka noqdaan kasrada saddexdoodana mid walba meelay deg wax hadii lagu yiri khafta laga hadlayo haddii ficil laga hadli ma illa ficil ma khaftiye wala khafta fiha wa tsuuga ism um baa laga hadli way wa aqulu waxaan leeyahay maxamed muhiiddin abdul xamid yumkinuka waxa suurtagal ku ah an taarifa inaad garato anal kalimata kalimada مخفوضة مثل هوس إن إنات قرطو إذا وجدت مركات هشو فيها كلمة بحديدة واحدا مت مركات كهشو واحد كو من ثلاثة أشياء صدح شيء كميدة صدح شيء مت كميدة هداد كلمة دا كو أرقتو واحد فهم إيدا كلمة دا سوني هوس لغانتا كلمة دا سوني هوس لغانتا الأول كانوا قوه رأي صدح دا شيء اللقو قرطو كلمة دا سوني هوس لغانتا الكسرة كسروي هداد كسرة كو أرقتو كلمتنا هو سنة وتفهمي وهي كسرادنا الأصل أصل يضاء في الخفض وحوص لجد وهي كسراد الأصل أصل يضاء في الخفض وحوص لجد والثاني شيء اللبات أو لغو قرط كلمتنا هو سنة الياء يأوي والثالث شيء صد هذا لغو قرط الفتحة فتحوي وهما يأدى إيا فتحة فرعا ولا فرع عن الكسرة كسراد فرع كيهن النائب كالنغضة أيو أصل ماهن ولكل واحد من كستا او من هذه الاشياء شيال كان كميدا شيال كان الثلاثه او صدح بقى وكسره ياء يا فتح مواضع مواضع ميلا اسغنادي صدح بان علامه من كستا كميدا مواضع ميلا اسغنادي ميلها سو يكون او كسغنادو فيها ميلها دخدود صدح بان من كستا با ميلي دغته او علامه كنقطه اي ميش ربطو اسكما دجي كرتيد كلمه ده مركز هوس دغيدو علامه غوني هو لو هوس دغي ميد ولباليد اي صدح بقى ميد ان كميده كلمه دي لهوس دغال اسكما هوس دغو ليس كما هوس دغو واي هي وكل ولي كل واحد ميد كاستا او من هذه الاشياء شيال كان كميده الثلاثه صدح ده مواضع ميلا اسغنادي ميلها سو يكون او كسغنادو فيها ميلها دخدوده وسند كر واشيغ دونا ذلك ارنكاس تفصيلا كلا ساري في ما يلي باكو سو سخدو waxa weeyaan hadaan markale to wax yar ku cilino كلمويين كلا إعرابا إمي سيحايين هارمي سيحايين كلمويين كلا إعرابا ميقا يحايين سيدي دي أحايين هايين شاك تردي سيدي اسم مفرد
اسم مفرد تردد جمع تكسير جمع منه صالب فعل المضارع الذي لم يصل باخره شيء اسماء الخمسه جمع ذكر صالب مثنى يا افعال الخمسه سيدي داسي هاي سيدي داس مركه فيري مت والبا وحا لو رفعيه وا سو اوغان سو ما هي مت والبا وحا لو نصبيه وا سو اوغان حدي باب الخفض اللي تشوغو لبا كسر فعل المضارع الذي لم يتصل باخر شيء كسر حيلا هو فعل اسغ لما خفضيه افعال الخمسه كسر الا لما خفضيه هو فعل ايغا لبداس وحيدين باب كسو سوداي كلي غود سكلي او جسمها باب كان او خفضا مركه اللي تشوغو وحا لغا هادلا وحا ويان وا لخ وا محي واسم مفرد جمع تكسير جمع من صالح جمع المذكر صالح اسماء الخمسه هي مثنى لحداث الرواميت والبا وحا لو قفديه ان ادوات الا وحا لا قفديه واسم لحداث وحا لا ربا مت والبا وحا لو قفديه ان ادوات علامتها قفددره وا مخي وا صبح صبح بان علامه وحا لا ربا لحداث كلمه مت والبا علامتها لو قفديه ان ادوات انت اس مسخره اني قاده الكسرة كسرة هي ومواضعها ميلهي دكتو هذه محلها قال وخير محمد بن محمد بن داود السنهاج رحمه الله تعالى فأما الكسرة كسرة فتكون كسرة علامة علامة يهاتا للخفض حسنقي علامة وهاتا في ثلاثة مواضع صدح ميلهي علامة وهاتا أفرس كسرة أقول إذا أصل إذا الهر مرنا كسرة خفضة صدح ميلهي علامة أقول kasradu waa shaqalka hoos dhigaa waa shaqalka hoos dhigaa yarka hoos lagu qor xariiqinta yarta waa haye faamal kasratu kasradi fatakunu kasradi calaamatan calaama yahata lil khafd hoos dhigay calaama u hata fi thalathati mawadi'a sadh xmeelada calaama ugu hata fi ismi ismki rihisa calaama ugu hata ismki al mufradi oo la kari yeelay ismki al munsarifi oo sarfumay intaana baabkan gelin calaamatu nas calaamatu i'raab wa imsa good hand wa afar wa afar ulay fiire bar hadda ninkaas intaas u fadhi afar iyo toban way ah afar iyo toban way soo ma jeedid calaamatu ihraab wa imsa wa afar iyo toban haye meeqad hor u soo qaadateen sagaal calaamatu raf meeqa ahaayeen afar calaamatu nasb meeqa ahaayeen shan isku dar sagaal soo maahan calaamatu khafd hadda meeqad joogta saddex ku darso wa imisa labiyo toban maxaa ku dhiman laba ku dhiman ha hurdin wax weyn labadaas adiga sugaanay laba iyo toban aad haysata sooma haye ika hosbih ika hosbih marka saddexdan calaamo oo calaamadaha khafdada mid ugu horeeyo asalka oo kasra soo qabo marka faamal kasratu kasradi fatakunu kasradi calaamatan calaama yahata lil khafd hosbiga calaama wa hata fi thalathati mawadi'a saddex meelood calaama wa hata kasradu khafdada saddex meelood calaama u hata saddex kelimo marka la khafdinayo kasra lagu khafdiya fil ismi al mufradi ay calaama u hata ismki al munsarifi ay sarfuma iyo tanwiinta aqbalay u firso marka xaaladu rafca joogna fil ismi al mufradi la kala qaadima ay dhamma lagu rafcaan soonid xaaladu nasba marka joogna ismi mufrada la kala qaadima ay fatxa lagu nasbinaan soonid xaaladu khafda marka la joogo ismi mufrada waa la kala qaado waxa la wariyay ismi mufrada laba loo kala qaadi منصرف انه يحيى اسم تنوين اقبلاي اي انه يحيى ما لا ينصرف من تنوين اقبلاي وحا كسره لو قفتي وا منصرف ما سو هري ما لا ينصرف وصوص على وركيس كهردق مين ويا اسم مفرده منصرف كسره لو قفتي كو وجمع التكسير المنصرف جمع التكسير مركا نجوغني حاله رفع وحان الى كلا قادم ما اي جمع التكسير ودن ضم لو رفعيه هي حاله نصب مركان جوجن وحنا الى جمع تكسير لك كلا قادما اي وحا ويان فتحه لو نصبيه حدا خفض مركي لا جوجي وا لا كلا قادا قلبي سترت اذا دير ورا جمع تكسير ما لو جرى هو حاصل لو جرى جواب ما وا انا ترى وا لا كلا قادا لما لو كلا قادا منصرف يا ما لا ينصرف منصرف يدوي هي كسر لو خفضيه علامه وا ما لا ينصرف نص صح باب كيس هي وجمع التكسير جمع التكسير علامه هو هاتا جمع التكسير كالمصرف السرفومي وجمع المؤنث الصارم جمع المصالم علامه هو هاتا جمع المصالم شغلك القادمه حيل ما لا يصرف ما بلا يصو كل قيس هو منصرف كل قيس هو منصرف هي واقول وحان كل هي يكري للكسره كسره ثلاثه مواضع صدح ميلود اسقناتي
صدح راس ميلود تكون اي اهاتو في كل واحد من كسو منها صدح كاميرا علامه علامه اي اهاتو على ان الاسم اسم كاس مخفوض الى الحصبي صدح ميلود اي دكتا كسردو صدح ذا ميلود وهي علامه اوتاي اي توستا اسمك اي كجيرتا انو مخفوض يهي الموضع الاول ماشا او هريدا الاسم المفرد واسمك لكل يلي المنصرف وتنوين تخبره وخو كيرو وقد عرفت واد سو غرتي معنى كونه اسمك اهانشديس معناه ده مفردا ويهي مفرد حاله ولا جيدا وسو غرت بعد ضمت كسو برت ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه وسو برت ومعنى كونه لكن هذا حرفت ان لو بره منصرف حاله ولا جيدا وخو ومعنى كونه اسمك اهانشديس معناه ده منصرفا منصرف ويهي معناه ده وحا ويهي أن صرف تنوينتا يلحق واهليلا آخره اسم كان آخر كيس اسم كان آخر كيس صرف يا هليلا يوي وصرف حاليلا وصرف صرفه هو التنوين والتنوين اسم كان آخر كيس التنوين قلي دوي هدي لقول اسم كان مصرف هاي نحو صعيت وحن أدك دقي إلى محمد محمد هو اسم مفرد أو مصرف عامل خاص إغا كور مروا إلى الله هاي محالو خفضيي كسر ووجد خلاص ونحو رضيت راليا كنقضي عن علي 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 واسم مفرد وانا منصرف او وقت تنوينت كجيرتو هي عامل وحوس دغا كهر مري او اه انت ما لو خفضيي كسر كسر لو خفضي ونحو استفدت وحن كفايديستي من معاشره خالد خالد لدقمديس أنا أخلاق في عنا كفايديست يا رقم أول أحسن استفدت وعن كفايديست من معاشرة خالد خالد لا تقنكيس لا تقمدي أن لا تقمي هذا هو فائدة ما حنا شايت قام حين خالد 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 يه من معاشرة 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 واسم مفرد واسم مفرد وهو معاشرة من أكار مرتي أو عامل وحاص دقة هي محالو خفضيي كسرو كسرو والنحو اعجبني وحا اياب قليي وان اد اجعليستي خلوق بكرين بكر دقنكيس هي اعجبني وحا اياب قليي وان اد اجعليستي خلوق بكرين يركان بكرة اخلاق ديسي دقنكيس اي اد اجعليستو ادو اخلاق في عين بكرين بكرين فيري بكرين واسم مفرد والعامل هوس اذا كور مرو مضاف كهري او خلوق ضعف هي محل واس اي كسره وعقول فكل متكسته او من محمد دين اي وعلي مخفوض والله اصلي محل واس اي عامل كوس اي مخويه لدخول حرف الخفض حرف وحوس دغا اغلى علي كركيس حرف وحوس دغا غليو وها وين محمد دين الى باسا غشاي او ان هوراي اسوغان اني وحوس اكتو علي ان انا غشاي او ان هوراي اسوغان اني وحوس اكتو وعلامة خفضه هوسنجيس علامة اللغو قرانانا الكسرة وكسرة الظاهرة كموقتة وكل متكستة ومن خالدين إيا وبكرين مخفوض والهوسنجي وعاملك هوسنجي آوي لإضافة ما اسم تيرين تيسا دراديد قبله كهور ريه إليه حقيس اللوسو تيري اسم كهور ريه مضافة أصلا هو مضاف إليه خلاص تاسال لغوصنا مركا مضافة هوسنجي مضافك ايا هوس دغاي او waxa weeye khalidin waxa hoos dhigay muashara muasharada sa mudafa khalidin mudaf ilay bakri waxa hoos dhigay khuluqo khuluqdu waxa weeye waa mudaf bakri na mudaf ilay mudafka sa aamila markaas wuxuu ku yiri waxa weeyaan wa kullu mid kasta oo min khalidin iyo wa bakrin ah maqfuudun waa la hoos dhigay li idafati ma اسم تيرين تيسا درتيدا قبله كهور ريا إليه إساق اللو سو تيري إساق اللو سو تيري فيري اللو سو تيري مالك أنا أنلقبيني نمحاني من معاشرة خالد خالد لطنق مديس معاشرة خالد اللو تيري هاي أعتبر واحد يابقري خلوق بكر بكر بكن كيسا بكن كان يا إساق اللو تيري بكر خلاص تاسا سلاس الله حصري وعلامة خفضي هوسنجيس علامة لغو قرطان الكسرة وكسرة الظاهرة مقطة أيضا غشي وغكويري ومحمد إيو علي إيو خالد إيو بكر أسماء مقعياروي مفردة لكليالي وهي حدنا أسماء داسونا منصرفة ومت تنوين أقبل أيضا منصرفوي وهي أسماء داسونا منصرفة ومنصرفة للحوق التنوين تنوين تهليل الدليل لها أسماء داي هلاشي
تنوين تان هلا شاكو توصي دين المصرف تان خلاص مركا هالكا سمحاد وقاتي اسم كمفرد كأه او منصرف كأه وحالوغو خفضي يا كسر هاي اسم محالة را منصرفنا اسم مصرفنا محالة يرى هذا اسم مصرف محالة يرى هذا واسم ك تنوين تو أكبرية ها صرف يقال الشيء هو تنوين هل كاس محكا وهل ميلة وغاني كسربو إنه علامات وغو نغطة خفضه اسم كمفرد كمصرف كوي هل موضع وكقدون والموضع الثاني ماشا لبعض وكسرو أي خفضه علامات وغو نغطة جمع التكسير جمع التكسير وي جمع التكسير وغن ماه وغالا كالقاضة جمع التكسير كالمنصرف وصرفو ماي وتنوين تأقبالي وقد عرفت واتصال قرأت يكويري مما بابكي سبق هر مري معنى جمع التكسير جمع التكسير محلو لجيدا واتصال قرأت ونصال قرأتين هاي محوها جمع التكسير أو اثنتين مع تغير في صيغة مفردي واتصال قرأت وانا ضابطكي صحيف سيدا كلها بطا هاي وغو كويري وقد عرفت واتصال قرأت مما بابكي سبق هر مري معنى جمع التكسير جمع التكسير معنى واتصال قرأت وعرفت واحد قرأت في الموضع ماشي الأول إهري هنا هل كان هل كان حتى انت كسرانك هل ليني واسمك مفرد كمان كان ليني وقد وعرفت واحد صوى قرأت في الموضع باسكي الأول إهري هنا هل كان باب كان معنى كونه اسمك أنشدي سمعنى هذا منصرف وياه حال لو لك هذا منصرف هل كانت صوى قرأت وحال لو لك هذا وإن تنوين آخر كجلي كرتو هاي ولا قرأت وصغرت معنى كونه مصرفا وذلك نحو مررت عن صومر برجال رقاص كرام ونواكسن وفرسو رجال أجمع تكسيرا رجل رجال كريم كرام كريم ومفرد كها كرام ألو جمعي وجمع تكسيرا تغيير كغلاء أضع لك أرغان القصة صارت سيد الله تغيير لحدي تغيير كغلاء هاي ونحو رضيت راليا كنغضي عن أصحاب صاحبه صاحب هذا صلى الله عليه وسلم صاحب هذا صلى شجعان جيسيال وحالا قال رفيري أصحاب مفرد كمقوها صاحب جمع التكسير على قد أصحاب الوجمع التقيير لقري مفرد كوالا بدل شجعان شجاع وها شجاع هل جيسي شجعان جيسيال فربدا وحالا قد بدل مفرد كي أضالا قال إلا هرا القوصة برقابك الله جمع التكسيرية ليه قاب او حلوغا بدلا هاي وهو كوريف مركا حدا محرشات كالربوامحي رجال او هوس لغانا جمع التكسير منصرفة او كسرا لغو خفضي حيال عامل هوس لغا قلا يو بعض اسوي كرامنا وحي كسي في سنتو لغا سي فينا رجال اسم الله اسم كي لغا سي في اسم هوس لغانا سنو الله هوس لغا هاي عن اصحاب صاحبه صاحبه دو لانا نوسو نادي صاحبه دا سو شوج عاني جيسيال جيسيال وحويه محل شاهد كهذا اللي جرب وام حي أصحابين أصحابي وحاصل جنتم ها حاصل جاي عامل كورة يعني أنت صار عامل وحاصل جا وحرف وحاصل جوي أي تاس نوى إن عتجرت الله سبحانه شو تعني نوى حاصل جنتم هذا حي أصحابين تلاقيسي فيه اسم الله اسم كي لقاسي فيه يو اسم حاصل جنتم أصلا والله حاصل جا اللي جيسي ما دام يجي صفاته هاي شو تعني هاي وكل فكل متكستا او من رجال يا واصحابنا مخفوض والله هوس دغاي لبدبا محل هوس دغاي لدخول حرف الخفض حرف وحوس دغاي جليده او غلي دغتيد حرف وحوس دغاي غليو وحا وين رجالنا با غشاي اصحابنا انا غشاي سو ما جديد وايه عليه كوكي سو غلي حرف وعلامه خفضه رجال اصحاب انه هوس دغاي علامه لو غرانا الكسره وهوس دغا الظاهره كموقته وكل متكستو من كرام وشجعان لا بلاس متكستو كميدا مخفوض اسنا ولا هوس دغي لانه متكستو كميدا نعت صفوي للمخفوض ميد الهوس دغي صفوي واخ الله وخي لغا صفيه ميد هوس دغنا ولا هوس دغا وعلامه خفضه متكستو هوس دغي علامه لو غرانانا الكسره كسره وهي الظاهره موقته ايضا عشي وهو كوير ورجال يا واصحاب يا وكرام يا وشجعان افرتاس جموع التكسير وجمع التكسيريال وهي جمع التكسيريال كاسنا منصرفة ومن صرفوميده محاول دليل اني صرفوميده للحوق التنوين تنوين تهريري ديسا لها ايضا او حلالي هل كاسنا وحان ويقودوا بني ماشي لبات او كسردو اي علامات دا انو قجرت اسم كونو هوس لغي هاي ماشي صدحات والموضع الثالث ماشي صدحات
oo kasradu calaamada ugu noqoto qafdada waa maxay wal mawduuc thalith meesha saddexa jam'ul mu'annath salib wa jam'un salib waqad arafta wa soo garatay mimma baabki sabaqa hor maray macna jam'il mu'annath salib jam'un salib mahal layra wa soo garatay wal muhuha jam'un salib ma dalla ala akthara min ithnatayn bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhiri sawma hay wa inat garata jam'un salib hal layra hor soo garatay وذلك النحو نظرت وانفيري الى فتيات قبل دلن يرا مؤدبات اول ادبي حد حديثا محرم كاهن ما فيري كرتيد اوغو قبل سنه اجنبي ما ابا فيري وكا حرام ادو ويلا انك قبل سنه اجنبي فيري دو اي وها وين اما اجنبي يسن كاهن اما لو حجاب هلكاس مرايت كركا ارق تاسا لولا جيده قبل اسلامي دو اجنبي ان شاء الله كتاغت لما غول نظرت وانفيري الى فتيات حشيت كو امحي fataatun gabar mufrida ah fataatun haye alif ya ta ku dal fatayatin haye haye jamoon salim samahan muaddabatun gabar la idbiye waxaad ku dartaa alif ya ta muaddabatin haye way hoos dhigay in aamil wax hoos dhiga ka hor mari marka ila ka hoos mari waa xaraf hoos dhigay nadartu waxaan fiiriyay ila fatayatin gabadha dhalinyara muaddabatin gabadha haaso muaddabatin idbiye muaddabatin waxa laga sifeeyna fatayat وكويد يوانحو رضيت راليا نقضي عن مسلمات قبل مسلمات راليا كنقضي قبل سوقانيتات الى هود ادعي قبل مسلمات الى هود ادعي راليا كنقضي فيري رضيت راليا كنقضي عن مسلمات قبل مسلمات قبل سوقانيتات الى هود ادعي حنا شفتكم امحي مسلمات مسلمات اي اهم ومفرده الف يتا غدا لوغا در زياده مسلمات جمعن سالم النقطه قانطه غبر الله ادعيده هل مفرده الف يتا قدر قانطات طائبات عابدات صائحات ثيبات كل وجمعن سالم سوما هاي رضيت راليا كنقدي عن مسلمات مسلمات وهوس دغنت او يا هوس او عاملك هوس دغ انت وا انت سو حروفتي وحفظتي جبتي كميده هاي fatqani taatna wa hoosdigantan waxa loo hoosdigay muslimaanta taa laga sifay isim hoosdigan wixii laga sifayna waa loo hoosdigaa wuxuu ku dhifa kullun mid kasta oo min fatayatin iyo wa muslimaatina maqfuudun waa loo hoosdigay waxa loo hoosdigay lidukhuli harfi alqafdi harf wa hoosdiga galida uu galay calay korkiisa inuu hoosdigay maxaa calaamadaha lagu garana wa calaamatu qafdi hoosdigiisa calaamada lagu garana alkasratu dhahiratu wa hoosdiga muqatta وكل من كاستو من مؤدبات يا وقانطاتنا مخفوض والهوسد لانه كل جاسو تابع و راعي مؤدبات يا قانطات للمخفوض اسم هوسد راعي وعلامه خفضه هوسدغيس علامه لو غرانانا الكسره ظاهره وهوسد كموقته ايضا غشه وكل من كاستا او من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانطات افرتوا جمع مؤنث سالم كل جلو جمع مؤنث سالم اسئله ما هي ما هي تحي المواضع ميلها التي ميلها تدل الكسرة كسرة أي تستو فيها ميلها سبحدودة على قفت الاسم اسم كإلا هاسبغي بل ميلها أي كتوسة كسرة اسم كإلا هاسبغي صاشي سبح الميلة على قربة ما معنى كون الاسم اسم كأهان شديسة معنى ذو محيطة المفردة الأوية منصرفة أسر فهمة ومفرد حاله لكذا ومنصرف سحاله لكذا هاي ما معنى كون اسم كأهان شديسة معنى ذو محيطة جمع التكسير انو يهي جمع التكسير كو منصرفا صرفوما marka jamcu taksir xaalo la jeeda hore lagu soo qeexay inaad sheegtaa la raba munsarif xaalo la jeeda waa lagu soo sheegay inaad qeexda laga raba haye oo soo xifdido mathal ummi thali lil ism ismki al mufrad la kali yeelay al munsarif ee sarfoomaay al majruri ee la hoos dhigay bi arba'ati amthila afal mithal u sheeg mathal waxa ummi thali da للاسم اسمك اسمك المفرد اللي هوس دغاي اسمك المنصرف صرفوماي اسمك المجرور اللي هوس دغاي مثل مثال للاسم اسمك اسمك المفرد اللي كليالي اسمك المنصرف صرفوماي او تنوين تقبلاي اسمك المجرور اللي هوس دغاي باربعه امثله افر مثال ومثال وكذلك صدا سو كليتو مثل مثال لجمع التكسير جمع التكسيرك المنصرف صرفوماي جمع التكسيرك المجرور اللي هوس دغاي اسم افر مثال ومثال مثل واحد كلو مثال ده لجمع المؤنث الصالح جمع المؤنث الصالح جمع المجرور اللي هوس دغاي بمثالين لبا مثال ومثال
نيابة الياء يأذي النائب نقش ذي عن الكسرة كسرة أي كالنائب نقط علامات الخفض صدحي أهاي علامة دي كباب أصل كأهد وكسوا بحن كسرة أهد صدح من الوضع علامة أقول نقشت صدح على صحيح أهاي اسم مفرده منصرفة محاله وقفتي جري كسرة جمع تكسير منصرفة محاله وقفتي جري كسرة جمع المؤنث سالم محاله وقفتي جري كسرة صدح لاس ميلات أي كسرة علامة وهي تخفض يأدي هاد الجلينا مرة فيري نيابة الياء يأدي النائب نقش ذي عن الكسرة كسرة أي كان نائب نقطه قال وحول محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله وأما الياء يأدي فتكون يأدي علامة علامة النقطة للخفض وحصلك علامة النقطة في ثلاثة مواضع صدح ميلات علامة النقطة صدح ميلات إن يحصلك هي وحاله كرتا يأدى بس صدح اسم إني هوس لقي هي أدا لغو قرطه وح كلا لغو ما قرطه في الأسماء أسماء دي علامة من نقطة أسماء دي خمسة تشنطير أسماء الخمسة إني هوس لقي أنت محل لغو قرطه يا إن أتكو أرقتو أسماء الخمسة ده يا أكو أرقت محل هذا هاي وهوس لقي أنت ساس الله كي وفي التثنية يا تثنية هذا تثنية يا أكو أرقت محل هذا هاي وهوس لقي أنت وعطنا يا أكو جيبته إيه والجمع جمع محل ولا كذا جمع المذكر سالم ولا كذا شكرا لكم سالم يأتوا قارة تحالي ضاي وهوس بقي مركا يأتوا صدح من الله يخفضان على ما يقول نغطة معي تهي أسماء الخمسة مثنى شكرا لكم سالم هاي أسماء الخمسة محال وخفضية ي جمع مثنى محال وخفضية ي جمع لكم سالم محال وخفضية ي انت اسكري صحيف دبا ها وعلى قاربا إن أسماء الخمسة محال وخفضية ي مثنى محال وخفضية ي جاعد ابو سالم محال لو وقف ديا يا انت اسئله سو شيكتا لغربا waxaa lagu leeyahay asmaul khamsa ba inay hoos dhigantay calaamada lagu garto xayta waxaad leedahay ya mufanna calaamada lagu garto inuu hoos dhigayo maxay ta ya jam'ul mudhakkar sa'im inuu hoos dhigayo maxaa lagu garto ya dadashaa su'aal muhiim ah ku jirta laakiin 10 ka soo socda insha Allah ayaan uga jawaabi doona wallahu subhanahu wa ta'ala sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad